طيب أنهي فترة بتحن لها أكتر؟ لما كنت زوج نجمة الجماهير نادية جندي، ولا زوج أم البنات رانيا يوسف؟ أنا دلوقتي عايز اللحظة اللي أنت بتتكلمي فيها دي، اللحظة دي أنا بحب واحدة خطيبها بقالي 4 سنين. الله، حب جنوني وزعلانة مني قوي دلوقتي. 4 سنين خطيبها؟ لا 3 سنين. 3 سنين مخطوبين؟ وهتتجوزوا امتى؟ عشان لسه بكون نفسي. انت بتهزر صح؟ لا لا لا، في مختلفين على حاجة هي عندها حق فيها 100 100 وأنا غلطان 100%. أنا راجل لازم أتعالج من الموضوع اللي أنا غلطان فيه ده. لكن أنت خاطب بقالها 3 سنين؟ بس سايبين بعض بقالنا سنة، وده هي أكتر حاجة مزعلاني في حياتي. هتتجوزوا امتى؟ مجوزاه يعني أوحش حاجة في حياتي أنا متضايق منها. اللي هي إيه؟ اللي أنا بفتقدها. أنا حاطط صورتها مع ولادي هنا، يعني أنا ولادي هنا ممكن أشوفها؟ في قلبي من بعيد. لا تبقى أشوفها. يعني بناتي هنا، بناتي أهم. يا روح أنت عامل صورة بيهم؟ كده أهوت، وهي صورتهم جنب بناتي. فين؟ أهي أهي. مش هتعرفي. يا روحي. يعني كل يوم بصبح عليها. اسمها ايه؟ لا مش هينفع بقى. ايه في الميديا ولا بره الميديا؟ لا 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 بره الميديا. بره الميديا. اه مصرية؟ مصرية.